طيب هنروح بكره مباراه مهمه جدا لرجال الكره الطائره. طبعا كلنا تابعنا امبارح الفوز العظيم اللي فاز بيه رجال الكره الطائره رجال بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو بالفوز على نادي الزمالك 3-0 في المباراه الختاميه في الدور الترتيبي. طيب قبل بس ما نروح للصور يا جماعه، انا بس عايز اشرح دوري السوبر او كاس، مش دوري السوبر، هو مش دوري، هو كاس السوبر المصري اللي بيتعمل اول سنه السنه دي رجال وسيدات. السيدات فازوا بيه. طيب الرجال ايه الوضع؟ الاتحاد عمل حاجه غريبه، عمل حاجه غريبه، قال لك السوبر هيلعبوا 4 فرق. تعظيم سلام، انا موافق على فكره، ما عنديش مشكله خالص. السوبر يلعبوا 4 فرق عادي، بيحصل كره السوبر الافريقي الكره اليد هتعمل كده، بس هو حط بصمه بقى، قال لك ايه، هيلعبوا كلهم الاول مع بعض، كل فرقه تلعب 3 ماتشات. مين اللي بيلعب؟ اللي بيلعب اهلي، زمالك، طلائع جيش، مين؟ الاتحاد. دول ال4 فرق اللي بيلعبوا، لعبوا مع بعض 3 ماتشات لسه خلصين، خلص امبارح، على حاجه اسمها الترتيب، اول تاني تالت رابع. طب هعمل ايه بالترتيب ده عشان اللي جاي ده بقى؟ الاول يلاعب الرابع في قبل النهائي، والتاني يلاعب التالت في قبل النهائي، وبعد كده الكسبان يلاعب الكسبان، والخسران يلاعب الخسران على الاول والتاني والتالت والرابع. طب يعني ازاي؟ طب هقول لكم على حاجه تانية، هل يعقل ان انا راجل النهارده كسبت الزمالك اربع ماتشات السنه دي؟ ركزوا معايا في الكلام ده، لان الكلام ده هو ده مربط الفرس. انا النهارده كسبت الزمالك في الدور، في مجموعتي والدور التمهيدي في الدوري رايح جاي، كسبت في عبد الرحمن فوزي 3-0، رجعت في صاله عبد الله الفيصل كسبت 3-0 3-1. بعد كده لعبت مباراه بعد كده في الدور الترتيبي، الدور الترتيبي لعبت وكسبت 3-0، والنهارده لعبت كسبت امبارح 3-0. تخيلوا ان ال4 مباريات دول لا قيمه لهم، لا قيمه لهم كبطوله. انا بتكلم المنافس المباشر معاك لعبته 4 ماتشات ما فرقتش عنده نقطه في اي حاجه، والله زي ما بقول لكم كده، 4 ماتشات. طبعا انت بتلعب عشان تكسب، عشان اسم النادي الاهلي، ما هو ده الفرق. وبمناسبه كابتن شريف الشمرلي مدير فني نادي الزمالك قدم استقالته قبل ما نطلع على الهواء، يمكن بحوالي ساعتين ولا حاجه، ولا ساعه، قدم استقالته من تولي الفريق خلاص. هو كتب على صفحته ان هو يعني مش هقدر اكمل وكده، وما كملش. يمكن دي وضع طبيعي، ان امبارح خساره من النادي الاهلي، مش وضع طبيعي، اربط الاحداث، امبارح خسران المره الرابعه، فالنهارده بيقدم استقالته، ففي ربط واضح ان من تتابع الخسائر او مكسب النادي الاهلي عمل مشكله. احنا طبعا يعني احنا من كل الاحترام والتقدير له، انا بتكلم على المنافس طبعا، وضع طبيعي ان احنا بيبقى في عين على المنافس. 4 مباريات انت بتلعبهم وكسبتهم مع المنافس ما خلاكش تاخد بطوله، وما عندناش مشكله. انما دلوقتي التلاحم، طيب احنا خلاص ماشي هنروح، انت دلوقتي بكره هتلاعب بكره طلائع الجيش قبل النهائي، وبعد بكره ماتش الزمالك فاينل يعني مثلا، وبعديها بطوله عربيه هنا في مصر، وبعديها استكمال الدوري، وبعديها افريقيا، كل ده في قد ايه يا جماعه؟ في 4 شهور، ما كملش والله، ما يكمل 4 شهور، في 3 شهور ونص. انتوا بتتكلموا في 3 شهور ونص بنلعب 4 بطولات، منهم بطوله اقليميه، بطوله عربيه، وبطوله دوري، وبطوله افريقيا، وبطوله دوري، ولسه في كاس مصر. انتوا متخيلين؟ طب ده ايه اللي، طب بتقول يا كابتن ما عادي؟ ما لا مش عادي، لان احنا الدوري ابتدى في شهر 12. خبر ابيض، الدوري كره الطايره ومنافسات الطايره، كان السله بتلعب بتفنش البطوله الثانيه خلاص المرتبط، ولعبت السوبر المصري بتاع السنه اللي فاتت خلصت بطولتين، ولعبوا بطوله عربيه كمان الاهلي، يعني 3 بطولات في شهر 12 كانت خلصانه، ولسه بيقول اتحاد الطايره بسم الله الرحمن الرحيم. لدرجه ان في ناس كتيره جدا كانت بتفسر تاخير البطولات دي او تاخير الماتشات دي لهدف تاني. ما انت بقى لما يحصل حاجه مش طبيعيه بتلاقي بتفتح الباب لتكهنات، انه طبعا عشان المحترفين يلحقوا يجوا، عشان يمضوا مع الفرقه الثانيه، عشان يجيبوا محترفين كويسين بعد ما يخلصوا بطوله اوروبا. وسبحان الله، يشاء ربنا ويشاء السميع العليم ان لاعب يروح ما يجيش فيضيع مكان، ولاعب تاني يجي، يعني قصه كده حصلت لعباكه كبيره جدا على غير المخطط ليها. فدلوقتي انت 4 ماتشات بتكسبهم وما خدتش بيهم بطوله، وفي نفس الوقت انت عندك مباراه بعد بكره، مباراه واحده ببطوله. طب يا جماعه والنبي قولوا لي، طب ازاي؟ طب ازاي؟ يعني ازاي حتى ما اطلعش بنقط؟ يعني انا يعني، طب ايه الفرق بين واحد اجتهد وتعب وذاكر واشتغل وكسب، وواحد ما يعني ما عملش حاجه ما بيخسر، واجي في الاخر يكسب ماتش، يبقى انا كسبان طول الدوري 6-7 ماتشات يعني، واخد بطوله ولا 2، وواحد كسب بطوله ماتش، واحد خد بطوله، طب ازاي؟
انا بقول لكم ان يعني لا الموضوع فيه مشكله كبيره جدا، في مشكله ولازم يحصل فيه مراجعه للمسابقات، في ازمه في مسابقات الكره الطائره، في ازمه. فالنهارده والنهارده هتلعب كمان لسه عندك بلاي اوف، هترجع على لا الموضوع صعب جدا، ولكن احنا كلنا ثقه في الفريق. طب كابتن محمد مصلح ميدو عمل ايه عشان يعني يتغلب على ده؟ عمل ايه؟ جهز فريقه بالكامل، جهز ثلاثاته وجهز اربعاته وجهز اتنيناته وجهز صناع الالعاب والليبروهات وجهز كل حاجه. النهارده كابتن عبد الله عبد السلام اسطورتنا مصاب، حسام يوسف ما شاء الله عليه، الله اكبر، ربنا يحفظه ان شاء الله، وعبد الله بيتعالج وان شاء الله يكون كويس يعني قريب، يعني لو نقدر نجيب كابتن يعني دكتور سامح ظلام لعب كمان. طب الحمد لله لعب امبارح اهو عبد الله عبد السلام، شكرا يا جماعه انا معلش انا ما خدتش بالي، فيعني عبد الله عبد السلام لعب امبارح. فالنهارده انا اللي عايز اقوله لك ان هو اهم حاجه كان يجهز السكواد. طيب السكواد ده بيجهز ليه؟ عشان اللي احنا بنقوله ده، لو لا قدر الله وقعت منك فرد او اتنين في مركز ما يبقاش عندك. احمد سعيد ما شاء الله عامل موسم، انا شايف ان احمد سعيد يعني ما شاء الله يا رب يحفظه، احسن لعيب في مصر دلوقتي يعني طبعا مع الاساطير الكبيره، ولكن احسن موسم عامله احمد سعيد. انا بتكلم بكل امانه وده ما يزعلش حد، احمد سعيد حتى الان اكتر احسن لاعب في مصر، فهو بيجهز كل اللعيبه يا كابتن محمد بصالح ميدو عشان ده. بس ده مش طبيعي، مش طبيعي ان انت تلعب ثلاث اربع بطولات ولا خمس بطولات في ثلاث شهور ونص او اربعه، ده ما بيحصلش في حته عالم. ربنا يستر على لعبتنا وعلى لعيبه الفرقه الثانيه، احنا سلامه اللعيبه ده المهم، لما اضغط الماتشات كده بعد الشر احنا اتعلمنا كده ممكن تتعرض للاصابات. اتمنى